طيب حلقة استثنائية، حلقة خاصة لأنها مع واحد استثنائي، واحد خاص جدا جدا، عميد لاعبي العالم كابتن أحمد حسن اللي مشرفنا ومنورنا وعنده حاجات كتير وكواليس كتير، لكن على المستوى الشخصي كابتن أحمد حسن من الشخصيات اللي أنا بحبها جدا جدا جدا. أهلا بيك يا كابتن مصر. حبيبي يا مهيب، عامل إيه؟ الحمد لله كله تمام، أنت إيه الأخبار؟ منور الدنيا. ربنا يخليك دايما كده من تألق لتألق وبتمتعنا زي ما كنت بتمتعنا في الملعب وبالكورة والبطولات والإنجازات والتاريخ والجغرافيا والأندية اللي احترفت فيها، بنبقى مبسوطين جدا لما بتخوض تجارب إدارية وفنية. وأحمد حسن لاعب كبير جدا جدا في الكرة المصرية. حبيبي طبعا، يمكن بشكرك جدا ودايما موفق، وكل مشاهدينك ومتابعينك. يمكن انت عشت فتره طويله معايا، يمكن طبعا انت شاهد على حاجات كتير في المواقف الصعبه وفي المواقف الحلوه كمان. يمكن احنا عشنا مع بعض في المانيا فتره التاهيل ولفينا لا 2006 و2008 و2010 وبعد مظبوط. كده بقى دي رحله تانية. ده في تاريخين، تاريخ مع النادي الاهلي واحترافك، وتاريخ مع منتخب مصر. دي حقيقه. فيعني ان شاء الله تبقى حلقه كويسه، رغم ان انا بحاول ان انا ابعد اليومين دول، لان مش بمزاجك، الحاله العامه طبعا مش صعبه بمزاجك، جدا لان جدا انت جدا. نجم كبير وكلمتك مسموعه وليك راي وليك تاريخ، فلما يكون عندنا قيمه زي كابتن احمد حسن اكيد رايها بيبقى يعني بيبقى حاجه مهمه والله للجميع. والله نتمنى ان هو يكون في الصالح العام، يعني ده اللي احنا بنتمناه، ان احنا لما بنقول راينا للصالح العام، لصالح الرياضه المصريه، لصالح كره القدم المصريه. يمكن الحال طبعا يعني الظروف من أسوأ لأسوأ، ولكن يعني ان شاء الله نتمنى خير. ان شاء الله تكون الامور هدى. انت لو طيب عندك اي حاجه بقى يعني انا بس كنت يعني طبعا فضلت ان انت تطلع معايا وناخد الانترو سوا.